دائما برحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على مواهب شابة بيكون عندها موهبة، وهي الموهبة بتتحول لحرفة ومهنة من خلال التعب والجهد والتطوير. اليوم رح نحكي عن موهبة التصوير. معنا المصور محمد حوراني من قرية وادي العيون. كان بالنسبة له التصوير موهبة، وبعد التعب والعمل وتطويرها أصبحت مهنة وحرفة بالنسبة له. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم جميعا، يسعد الصباح اللي عم يتابعونا. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي، يمكن كل حدا بداخله موهبة، ولكن هي الموهبة لما تتطور بوسائل كثيرة ممكن إنه هي توصل. خلينا نحكي كيف طورت حالك، كيف حبيت تمسك الكاميرا وهيك حسيتها شيء بخصك للكاميرا؟ بالبداية كانت مجرد هواية، كنت طالب مدرسة، كنا صغار أيام الابتدائية، كان عندي شغف إنه مثلاً وين في رحل، وين في طلائع، وين في مناسبات مدرسية، كنت إنه سباق لهذا الأمر إنه أنا أروح وصوي وشارك بالمناسبات. فتطورت معي الامور، فاكتشفت انه عندي انه هدف او موهبه لازم انا انميها، وتطور معي الامر. السيد الوالد جاب لي الكاميرا والحمد لله طورتها من خلال مساعده رفقاتي اللي هن وصلوني لهي المرحله، مثل يعني بدون ذكر اسماء، مثل محمد ناصر، جعفر العاتي، هن اللي يعني اللي ساعدوني وطوروني بهالامور هي. وبعدين تطورت مع الامور حتى صارت من موهبه الحمد لله لمصلحه. خلينا انا يمكن عم نشوف على الشاشه بعض الصور من شغلك، ويمكن عم تلعب دائما على اللونيه، يعني لونيه الصوره اللي هي بتعكس الحاله اللي عم تصورها. هي حقيقيه الصوره؟ هي لا، فوتوشوب. في منهم هلا عم نشوف بعض، هاي بالشام بالفورسيزين بعض الصور. خلينا نحكي ردة فعل الناس، يعني هلا نحن عم نتابع عم نشوف بعض هلا صورك. اكيد الاراء بشغلك. اكيد الاراء الناس كانت هي السبب الوحيد. هلا بالبدايه انا واجهت كثير مشاكل، عرفت كيف؟ فكنت انه صور من صوره لصوره، كنت اتفادى انه مثلا في غلط باول صوره، اتفاداه بثاني صوره، اتفاداه بثالث صوره، حتى وصلت لنتيجه انه صارت صور مقبوله نوعا ما. ردود جيدة. الناس يعني كانت ردود الناس كانت بالبدايه كانت بالبدايه انه جيد، مثلا بيطلع احسن، بيطلع اكثر من هيك، فوصلت لهالنتيجه الحمد لله. نعم. يعني كثير في اشخاص بيمتهنوا التصوير ولكن في صعوبه بالوصول. اليوم عندنا يمكن السوشيال ميديا هو فتح ابواب الناس مجال التصوير كثير. تماما، لحتى يبين شغل اشخاص. استفدت؟ جاك عمل من وراء يمكن انتشار صورك على السوشيال ميديا؟ الحمد لله. هلا بنفتح، هلا حقيقة انه انفتح باب التصوير كثير. هلا هي بتكون شغف بالشخص انه كهوايه، فبيطورها انه من خلال انه كيف مثلا انه صور وتابع وشغل دائم وتصوير دائم، هي اللي خلته انه كيف يصير معروف بالمنطقه تبعه، انه صغير مثلا هو صغير والمنطقه تبعه صغير، بيكبر فيها، بيكبر مع المنطقه حتى بتأدي انه انشهر. عم نشوف في صوره اعراس عرس كمان، يعني انت ما اختصيت بس طبيعه، اختصيت ايضا اعراس. تمام. حبيت انه وثقها بكاميرتي من خلال انه وين في لقطات سعاده، فرح مولود، اعراس، تخرج، كلها حبيت وثقها بكاميرتي وتابعها، واستمراريه بالعمل والتصوير الدائم الحمد لله صارت مقبوله نوعا ما وجيده. شو اكثر الاشياء اللي بتحب تصورها او هي الاقرب لقلبك؟ هلا اكثر الاشياء اكيد المناظر الطبيعيه بتلعب دور، كون انا ابن البحر وابن الجبل، فهي المناظر هي اللي بتعطي جماليه وبتخليك. والبيئة بتلعب دور يعني بتلوين، يعني البيئة بتلعب دور بالنظرة او بالتصوير عندك. هلا كل واحد، كل مصور عنده نظرة، عنده روح بالشغل تبعه. هاي الحافز بيحب ينميه او يطوره. هي خلينا نحكي، حاولت تشارك بمعارض؟ كان لك مشاركات بمعارض؟ حاولت يمكن توثق صور خاصة يلي بتدعم السياحة بسوريا من خلال فولدرات بتخص معارض سياحية؟ هلا حاليا ما شاركت بمعارض، بس عم حضر لمعرض قريبا، في معرض بدي اترك بصمتي فيه ووثق مهاراتي فيه، وخلي العالم انه تشوف مثلا كيف الشغل، كيف الترتيبات، كيف الصور.
يعني مثل كأنه اعمل لوحة واعرضها بالمعرض ان شاء الله ان شاء الله. طيب محمد، قديش يمكن البيئة والعيلة والمحيط بيلعبوا دور بدعم الموهبة وتطويرها واستمرارها لا تصبح فعلا مهنة وشغل؟ لأنه كثير من الشباب، حضرتك عم تدرس جامعة، عم نشوف بالإضافة للدراسة عم يكون عندهم مهنة أو حرفة موهبة يطوروها لفعلا يكون هو معيل نفسه، وبنفس الوقت هي الموهبة تستثمر بشكل إيجابي. هلا بالبداية كنت إنه كانت ما قلت لك إنه كانت هواية فتطورتها وكذا، فصارت إنه يعني صرت إنه أطلع مصروفي منها، أطلع شغلي، حتى تطورت معي الأمر إنه صرت اشتغل من قلب ورب، انه صار هدفي انا ابداع. صار هدفي انه ابرز للعالم انه كيف الشغل، كيف عنوان التصوير، لوحه يعني عن التصوير كيف بيكون، كيف هيك. ف صرت اشتغل واصرف على حالي بالجامعه والحمد لله توفقت الحمد لله. نعم. سالتك من شوي على صوره، قلت لي هي فوتوشوب، فقديش مهم اليوم المصور انه هو يتعلم على برامج على الكمبيوتر يقوي حاله ان كان ديزاين، ان كان بالفوتوشوب، وان كان ببرامج عديده يمكن تفيد الصوره وبعد شوي الفيديو؟ هلا بالنسبه للصوره صورتها كل مصور عنده نظره. حكيت انه بيوثق الروح فيها، الروح يعني حسب انه كيف هو شاف منظر حب يستوحيه هو بالصوره هو مصوره. يعني انا شفت منظر طبيعي وصورت المنظر بس بغير عنوان، يعني صورته وحبيت انه ابرز عليه المشهد اللي انا شفته، حبيت اطبقه على هذا المنظر كمشهد سينمائي، كمشهد طبيعي، تغيير الوان، تفتيح، هالامور هي. الفوتوشوب يعني بيلعب كثير بهيك شغلات، خاصه بالمناظر الطبيعيه نسبه 99%، وبالاشخاص اكيد بتعرفوا كيف الشغل. طيب يعني شو الطموح او شو الحلم اللي حابب تحققه في مجال عملك؟ وين بتشوف حالك؟ هلا بالنسبه وين بشوف حالي، مع مرور السنوات بالمستقبل شو حابب تعمل؟ ايه بحب انه اشوف حالي انه مثلا انا تارك بصمه من خلال دعم الجمهور ودعمكم انتم ودعم قناتكم، تارك بصمه بالمشاركه بالمناسبات العالميه، اترك بصمتي فيها وارفع علم بلدي انه انا سوري يعني. نعم. بالخطوات القادمه اكيد التصوير ما بيوقف عند عدسه كاميرا وعند كاميرا واحده، اكيد في الدنيا عم تتطور والتكنولوجيا كثيره. اليوم يمكن باستطاعات قليله قدرت توثق صور، والصوره هي الوحيده يلي بتعيش وبتصير يمكن معروفة بتعيش معروفة تماما بتعيش بيعرفوها اجيال وراء اجيال. اليوم كيف انت عم تواكب هي التطورات بالتكنولوجيا؟ هلا انا مثل ما قلت لك انه حبيت وثق بكاميرتي بدايه، انه بدايه هوايتي كانت انه مناظر طبيعيه ولوحات، وحبيت انه اترك عليها بصمتي من خلال تعديلات فوتوشوب هالامور هي، فتطورت معي الامور، بعدين اشخاص وافراح مناسبات مولود صغار، ف مناظر طبيعيه مناظر طبيعيه تماما، كبرت بمنطقتي. بالختام شو بتحب تقول كلمة لكل الشباب اللي عنده موهبة فعلا وحابب يستثمرها، وقديش البيئة يمكن والأهل بيدعموا، السوشيال ميديا اليوم بتفتح مجال لهيدا المجال؟ كل واحد عنده موهبة أو هواية وحابب ينميها لا يقصر فيها ويعطيها، لأنه بالنهاية كبداية رح يشوف مشاكل رح يحاول يتفاداها، وان شاء الله بينطلق بتتيسر اموره، واكيد ما في واحد بالبدايه الا لما يكون ضعيف، اخر شيء بيقوى. هذا الدافع الوحيد اللي خلاني موجود الحمد لله. نعم، نحن بدنا نتمنى لك التوفيق وان شاء الله هيك بتوصل لمحل ما بده حلمك واكثر. شكرا كثير لك. محمد حوراني من وادي العيون المصور، بدنا نشكرك على وجودك معنا، بدنا نوجه تحيه لكل اهالي وادي العيون، بتمنى دائما للشباب السوري فعلا يحقق احلامه وفعلا يطور مواهبه، لانه في عندنا شباب سوري بنفتخر فيه وعندهم مواهب وابداع فعلا بتفوق الحدود. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.